لو سمحت ممكن تولع لي؟ انا ما بدخنش والله يا حاج. طب ممكن جنيه اجيب ولاعه؟ يا راجل حافظ على صحتك بعد اذنك. الف الف مبروك يا استاذ احمد، والله فرحنا لك جدا. الله يبارك فيك يا حسن. مبروك يا عريس، الليله ليلتك. عقبالك. اوعى تكسفنا. الليله ليلتك. لو عوزت اي مساعده احنا جاهزين. ما تحترم نفسك يا جزمه انت وهو. ماشي يا عم. احمد، خلاص هتتجوز بكره؟ وممكن اغير رايي حالا. عقبالك بعد اذنك. خلاص استاذ احمد هتتجوز بكره. ايه يا عبد الغني، انت كنت بترسم عليا انت كمان ولا ايه؟ ماشي يا باشا، الف مبروك. الله يبارك فيك. صباح الفل يا عم احمد. يا عريس خليك فاكر يا اللي صباح الفل وبعيون. غني غني، اخر يوم اتغني فيه. افهم ايه اللي جابك النهارده؟ انت مش فرحك بكره؟ عندي شويه حاجات لازم اخلصهم النهارده عشان ما تقرفنيش خالص وانا مسافر. طب قول لي عملت لنا ايه في موضوع تخفيض المرتبات ده؟ عيب عيب، همشي 5 من الموظفين اللي هم متعينين بعقود، وبكده هوفر 5% اللي هم عايزين يخصموهم من مرتباتنا. بعدين انت مش كده كده في 5 مستجدين بتمرنهم؟ طب خلاص يعملوا شغلهم وشغل اللي انا همشيهم ويتفحتوا، وهم كده كده اصلا مش واخدين فلوس. قول لي، طب المدير موافق على الكلام ده ولا ايه؟ هو ما كانش موافق، بس انا اقنعت امه. يا جامد. عيب. طب اسمع، سهم الوطنيه هيطلع، اشتري لك باسم اي حد. يا عم ابوس ايدك بقى، انت بتزهقش من القصه دي؟ انا ماليش علاقه بالمواويل دي ولا اسهم ولا بتاع. انا غلطان، حق عليا اللي انا عايز اخدمك. اخدمني بعيد عني يا اخويا. بابا عايز ايه على الصبح؟ الو يا بابا. ايوه يا احمد، انت خدت عربيتي؟ اه. ليه، انت كنت عايز تروح في حته؟ لا انا كنت عايز انزل اقعد على الكبوت شويه. كبوت؟ يا ابني كنت عايز اود امك للدكتور. ليه مالها؟ ثانية واحدة. ألو. لا لا ماشي، هجيبه خليهم عندي، أنا هجيبه وأنا ماشي. أوكي سلام. أه يا بابا. يا كتولي، وبتاع عربيتك اللي سبير فين؟ لا 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 بابا، بلاش عربيتي عشان عايز أتغير زيت. معلش خد ميكروباص أو تاكس. أخد تاكس؟ أه. متشكرين يا عم، مش عايز حاجة. خد تاكس وأنا حاسبك عليه. والله أنت ما عندك دم يا أخي. سلام. كبوت إيه اللي عايز ينزل يقعد عليه؟ مش هنخلص ولا ايه بقى النهارده؟ الو. يا ماما. ايوه حبيبي، معطلك؟ اه. عايزه ايه؟ اصل في دواء مش لاقيه جنبنا في الصيدليه، ممكن تجيبه لي؟ أيوة. من اي صيدليه كبيره وانت راجع من الشغل؟ ايوه. خليك معايا ثانيه واحده هجيب لك اسم الدواء. مصطفى. ايوه مصطفى، عندي خبر ليك مش حلو قوي. بص طبعا. ايوه حبيبي، اسم الدواء. الو احمد، احمد انت رحت فين يا حبيبي؟ احمد الو. انا مش موجود دلوقتي، بس التليفون موجود وفي انسر ماشين. سيب رسالتك واوعدك اول ما اسمعها مش هتصل بيك. الو احمد، يعني موبايلك مقفول وما بتردش على تليفون البيت؟ انا بجد بكره الانسر ده. اوعى تكون جيت ونمت من غير ما تكلمني. تصدق ان انت بايخ ورخم وانا مش هسال فيك تاني؟ معقوله يا احمد ما تكلمنيش النهارده ولا مكالمه؟ كنت مختفي فين؟ مفيش، قلت اجرب كده لو هربت منك يوم الفرح هتعملي ايه؟ احمد،
هو انا بحبك اكتر ولا انت بتحبني اكتر؟ هقولك حالا، بس استني بقى ايه اما اطفي النور. ها السلام، بس ده رد محتاج رومانسيه كده وضلمه. مفيش احلى من الضلمه، مفيش احلى من الضلمه. اي ايه في ايه؟ مفيش، اتخبطت في رجلي وانا بقعد، اصل الدنيا ضلمه كحل مش شايف حاجه. استني بقى ما اولع شمعتين كمان. ايوه لزوم الرومانسيه. سلام الشمع اصله بريحه، طلع ريحه حلوه. كنت بتقولي بقى مين اللي بيحب التاني اكتر؟ انت طبعا يا حبيبتي بتحبيني اكتر ما انا بحبك، بدليل ان انا بكلمك 40 مره في اليوم. هو ايه صوت الورق اللي عندك ده؟ ما فيش بقى حاجه في الشغل. بتقرا في الضلمه؟ ما انا قلت لك مولع شمعه. ايه ده احمد، الساعه 12 الا دقيقه. يلا اتمنى امنيه اخر دقيقه ليك في العزوبيه. مريم انت فاضيه؟ خلصت الحاجات اللي وراكي ولا ايه بالظبط؟ يعني امنيه ايه بس؟ يلا اتمنى بقى ما تبقاش بايخ. حاضر يا ستي حاضر. والله لا، الامنيات الامنيات كتير. يعني عارفه مثلا احيانا ببقى نفسي اشرب سيجار، نفسي ادوق طعمه، بس بصراحه خايف طعمه يعجبني فما اعرفش ابطل. بس عارفه اكتر امنيه نفسي فيها ايه؟ ان انا اعيش لحد ما يبقى عندي 100 سنه. انت ماما؟ امال بابا؟ قوم يلا يا عريس، يلا قوم، كفايه نوم بقى. ايه ده؟ يا نهار اسود، ده الساعه 12، انت سبتيني نام كل ده ليه يا ماما؟ ده انا ورايا 100 حاجه يا حبيبي. الساعه 10، قوم بقى، عايزين نفرح بيه. 10؟ ماما انا ساعتي واقفه على 12 ليه؟ صباح الخير يا عريس، الف مبروك. الله يبارك فيك يا خالتي، ازيك؟ الحمد لله يا حبيبي. سعاد اغسلي وشك، عدى ربع ساعة. اوكي اوكي يلا يا جماعة انا ماشية، وقولوا لإيمي لما تخلص تكلمي. إيمي هي إيمي كمان هنا؟ ايوة. ليلة ليلتك يا عريس، ليلة ليلتك. ماما ايه اللي تحطها في وشك ده يا ماما؟ ده جبنة بيضة يا حبيبي. وايه اللي خلاكي تحطي وشك في الصفيحة كده؟ ما غرفتيش ليه بالمعلقة؟ ايه 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 يا ماما في ايه؟ ايه يا ابني، هو انا حكلك؟ حبوسك. حبوسيني بالجبنه اللي في وشك دي؟ ده مش جبنه، ده كريم، وكمان دوب الكريم. بوسي يا ماما واخلصي. خلاص خلاص يا نهار اسود، خلاص بقى مش طالع بره. لو تفضلي على طول حنينه كده وما تتحوليش. يا سعاد فين الجزمه البني؟ حاضر يا جلال، هجيبها لك ثانيه واحده. ياه تحولت بدري قوي النهارده. خش بقى على الشعار. محدش عنده اي احساس بالمسؤوليه؟ هو انا لازم اعمل كل حاجه بنفسي؟ لا مش ده. محدش عنده اي احساس بالمسؤوليه. هو ده، ده انت امي وحافظك صم. مين ابن الدين اللي كسر البرو ده؟ يا ما عم السوسو، يا عم العصافير، انت بتصطاد عصافير من اوضتي ولا ايه؟ اوكي يا معلم استاد براحتك، ده انا عندي غزلان جوه. ايه يا ابن المجنونه؟ الله. 810-09-800. انت سبت باب التلاجه مفتوح من امبارح يا جلال؟ ومفيش حد في البيت ده الا انا. حاجه غريبه والله. مبروك يا استاذ احمد، عقبال ما نقول شرف حلقتك. احلم على قدك يا اسطى، ده متربي على الغالي ده، وانا مستبع زي ابويا. خلص يا عم خلص. ايه ده يا بابا، ده الاهلي والزمالك هيلعبوا النهارده، ما تنساش بقى تبقى تاخد دواء الضغط. نعم يا اخويا. الكوره اللي مجننه الناس. لا 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 النهارده النهارده بتقطع النهارده. احمد
احمد خلص يا احمد. يا ابني اخلص يا ابني. بتعمل ايه الواد ده جوه؟ لا حول الله يا رب. يلا بقى يا ابني الحمام ده مش بتاعك لوحدك. مش معقول الطريقه دي. الله نفس الكلام. طب والله ما انا خارج لما تسمع الشعر يا ابني. ورايا شغل ورايا شغل ورايا شغل. اغنيها لك. الله صباح الفل يا ابني. حرام عليك مصالح الناس هتقف كلها. يا بابا يا بابا بقالك ساعه بتخبط على الباب. عمال تخبط 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 تخبط. ايه يا بابا؟ النهارده فرحي، النهارده فرحي، زبوني براحتي شويه. وبعدين انت نازل رايح شغل يوم فرحي برضو. معلش يا سيدي استحملنا شويه. ايه مالك؟ مفيش مفيش مفيش. اطلع يلا. ايه مالك يا برام؟ رامي؟ رامي مين يالا؟ انا مش انت كان نفسي تسميني رامي من زمان؟ اعتبرني زي ابنك رامي بالظبط. لا يا حبيبي انا كنت ناوي اسميك سوسن. سوسن؟ اه ماشي يا ابو سوسن. جبت لي الفلوس؟ ها يرضيك ابنك سوسن يتجوز النهارده ويتسجن بكره؟ يا ابني ما تقلقش فلوسك جاهزين وموجودين معايا من امبارح والله. طب مش تقول بس ناقصين 2000 جنيه. ليه بقى كده؟ ليه بقى كده؟ يعني ارجع اخش حمام تاني؟ يا ابني ارحمني شويه، انا لسه ما فوقتش من قسط عربيتك ولا من مصاريف فرحك. اصبر عليها شويه. هصبر عليك يا بابا. حاضر اسيبك ربع ساعه وارجع لك يعني؟ لا نص ساعه يا خفيف. اوعى اوعى اوعى. خد يلا. مين اللي هينظف وراك القرف ده؟ انت. حلوه الدهن دي برضه عشان البوس وكده. مين اللي شغل الكمبيوتر ده؟ صباح الخير. ازيك يا امي؟ صباح الفل. مبروك يا عريس. ما شاء الله يبارك فيك. ازيك يا بنتي علا؟ انت ما بتخبطش على الباب قبل ما تدخل ليه؟ خبط ليه؟ اخو دخل على اخته ولا بنت خالتها عندها، ايه المشكله؟ خبط ولا ما خبطش؟ اتجننتي ولا تخبط علشان انا بنت؟ ممكن اكون بغير هدومي مثلا. خشي بقى على الشعار، ما انت اختي وحافظك صم. ولا علشان هو انا بنت وانت ولد تقوم تتحكم فيا؟ ليه يا ربي ما خلقتنيش ولد؟ يا رب يا ريت كنت ارتحت. اصحى مره الاقيكي فعلا بشنب. اخلصي، انت قعدتي على النت عندي؟ لا يا سيدي ما قعدتش. شفت في ستوري الفرح بتاعها ولا مظبوط عليها ازاي؟ يلا لاقي بقى عشان الحقك. جميل. طب وايه رايك في الميك اب؟ انت حاطه ميك اب؟ انت هتعملي فيها كبيره ولا ايه؟ ميك اب اللي انت حاطاه انت لسه صغيره على الحاجات دي. انت بس حطي كلونيا وهتبقي كويسه. احط كلونيا؟ اه حط كلونيا. ايه مستغربه ليه؟ ولفي بقى كده وريه ظهر الفستان ده بالمره. لا لفي بقول لك وريه ظهر الفستان ده. يا ماما يا نهار اسود. ايه انت عامله؟ ربنا ياخدكم. انت لسه بتموتي فيا من شويه. وبعدين ايه وقعت الصينيه؟ يبقى ياخدها مش ياخدكم. بنت علا الفستان ده يتغير ومكياج الرقصات ده يتشال. وعلى الله يا علا على الله اشوفك واقفه في الفرح مع حد ما نعرفوش. وما انا كده كده اصلا بصيت كريم عينه ما تغيبش عنك لحظه عشان انا مش هبقى فضيلك. يعني انت واثق في صاحبك ومش واثق في اختك؟ اه الله يسامحك. سلام على ده مكان. يا سلام. مش عارف انا الواحد اتصرف في موضوع الجواز ده ليه. بس ايه ده ايه قله الذوق دي؟ ايه ده حضرتك يعني؟ طب شايفاني راجل عايز اركن حضرتك يعني؟ معلش ممكن تسيبيني المكان؟ نعم معلش. اصل انا بصي اتعورت واو، وبعدين ممكن اقعد الف بقى ويجي لي هبوط لاني عمال انزل بقى عشان خاطر. سيبيني المكان معلش. سيبيني المكان ارجوكي ارجوكي. ده انا فرحي النهارده ارجوك. بقي بقي قفلت على بقي قفلت على بقي. رايحة فين؟ خليكي جوه، ده الدنيا حر بره قوي. بس مش عليكي، بقول لك فرحي النهارده فرحي النهارده. دلوقتي المفتاح هديهنا لك. المهم دلوقتي انتوا عايزين ايه؟ عايزين تبقوا زي الاستاذ منير ولا زي عمه كده؟ زي حضرتك طبعا. تمام ممكن تتفضلوا. خلاص صباح الخير. صباح الفل. يا
حبيبي. الاهل دي بتضحك ليه كده؟ وابوهم بيضحكوا عليه. لا لا عيب، انا بس بفك عنهم شويه. هما دول الخمسه المستجدين اللي هتفحتوا؟ اه. ودول الخمسه اللي هيترفدوا. الوطنيه وصلت 36، نشتري تاني؟ عمال يعلى. اشتري اه، خد بس ده بلغ بيه الناس لو سمحت. حالا يا عم قول صباح الخير الاول. صباح الخير الاول. النهارده يومك يا معلم. ايوه ايوه ايوه. ما تاخرش النهارده. لا عيب عيب، اكيد مش جاي. لا يا مان عيب عيب. النهارده اهو. اه النهارده خلاص مش جاي يا تلاش. بس بقى عيب، يلا اشوفك بالليل ان شاء الله يا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل. الو مستر حسني. ايوه مستر احمد، الجمبري لسه ما جاش. ايه الجمبري لسه ما وصلش؟ ايوه لسه ما وصلش. طب ما تشوف جايز بيلبس او عند الكوافير. يا مستر حسني وانا مالي، كلم امي قول لها. أوكي بس بقول لك ايه، وحياتك بقى قول لها الخبر كده بالتدريج لحسن تتخض ولا حاجه. الف مبروك يا مستر احمد. ماشي يا مستر حسني ماشي. اسود. اهرب 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 اهرب. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انت هتروح فين؟ انت هتمشي وتسيبه؟ اذا كان اللي خبطه ساوى يا معلم. انا بقول لك انزل. طب اقفل الباب لو سمحت. حرام عليك، تعرف كده؟ خلاص ورب ورب ورب، لو متضايق ورب ورب. طب انزل بقى. الله بقول لك انزل. العربيه جامده قوي كده ليه؟ انا شايفك انا شايفك وقصدام عربيتك راشق في كليته. انا اذا كان انا شايفك وانت بتتكلم في الموبايل يبقى اكيد كنت بتكلم بنات. لا لا بنات ايه يا عم، ده مستر حسني بتاع الجمبري. اصل انا فرح النهارده. جمبري ايه وحسني ايه؟ الكلام ده مش فاهم معاك. عايز تعرف يا جماعه؟ شيلوا ايدكم حار، حطوا في العربيه يا عم. عربيه ايه اللي هتحطوا فيها؟ اسمع بس يا نهار اسود يا جماعه، مش انا خبطتوا، هتحطوا في عربيه ايه بس؟ طب حطوا في العربيه اللي جنبي. ايه عربيه ثانيه ايه؟ نهار اسود عليهم. دي مستشفى. نعم ايه ايه دي مستشفى. امال انا هوديه الملاهي. اتفضل يا حاضر. انت مالك انت يا رب يا استاذ؟ اتفضل. واحد من ده بني ادم. طب انت مالك؟ ما عارف انه بني ادم. يلا يا استاذ، الراجل هيموت منك. يلا اتفضل اتفضل يا استاذ. يا اخويا حاضر. التفتفه دي مش ممكن تفتفه. بصوا بصوا كده بيتفتف على التابلوه ازاي كده؟ يرضيكوا كده يعني؟ تعام تعام، تفتف عليا انا، تفتف عليا انا، بلاش التابلوه. لازم حد يمضي عشان يبقى مسؤول عن الحاله ونقدر نبص عليها. اللي خبطه يمضي. هو ده؟ امضي يا مدحت. مدحت؟ يا عم انا مش مدحت وما خبطتوش وما بمضيش. امضي وما تبقاش جبان. جبان؟ عرفت منين؟ امضي يا مدحت وما تخافش. يا سيدي انا مش مت والمصحف الشريف، انا لو مدحت حمضي، انا ما خبطتوش، انا مالي ميموت. ايه؟ الحالة ماتت. الحمد لله. مفيش نخوة ولا إحساس؟ الرجولة اتشالت من جتتك؟ الراجل مرمي في الشارع، بتسيبه تجري؟ وفي المستشفى، مش عايز تمضيله؟ منك لله يا أخي. الراجل ده ذنبه في رقبتك. أوكي أنا ما عنديش مشاكل. اعتبر نفسك مكانه يا أخي، وبتدور على حد يمضيلك. بعد الشر، بعد الشر عليا يا فندم. وبعدين انا لا احب امضي لحد ولا حد يمضي لي، ولا ابصم على حد ولا حد يبصم عليا. وبعدين انا مش فاهم انتوا يعني مكبرين الموضوع ليه كده؟ بس واحد مات يعني. وبعدين عايزين ان مفيش الم في المستشفى. عايزين اه عايزين اه عايزين، مش هقعد عايزين عايزين على ودانك، مش دي اللي اقصدها، على ودان حضرتك يعني. عايزين يعني عايزين ازف يعني، ازف ازف يعني ازف، ومش ازف اللي هي ازف، لا لا. طبال يلا. لا انا بورساجي. انت حظك حلو، لو كنا ما مسكناش الراجل اللي خبطه كان زمانك دلوقتي مربوط هنا. ماشي ماشي. وعايز افهمك حاجه. اتفضل يا باشا. انا عايزك تمشي على مهلك وتربط الحزام. حاضر. وبلاش بقى النسوان اللي بتكلمها على الموبايل وانت ماشي بالعربيه، فاهم ولا لا؟ حاضر حاضر. يلا اطلع بره عشان اكمل المحضر. طب سؤال بس اخير، بالنسبه للبنزين يعني احط 92 ولا 32؟ بره. ايه ده؟ ايه ده؟ جميلة يا ابو تريكة. ايه ده؟ ايه ده؟ ما تردي. ايه ده؟ لا لو سمحت. ايه ده؟ ده كلبش كلبش، ده الكلبش، هو ده الكلبش. لا 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 ده الكلبش، ده رخم قوي. لا ايه ده؟ انا اسف عم، ممكن الكرة؟ يا حبيبي كده خبطت الكرة جت في ودني، كانت هتعمل لي طبلة عيني. حاضر امسك امسك. طب صد دي بقى، صد دي صد دي. ليه كده يا ابني؟ ليه كده يا ابني؟ معلش معلش، صبي صغير انا. معلش. تاكسي. واسم البرنسي هيفرق يعني في الاجره؟ تعرف يا باشا البرنسي اسمه احمد يا سيدي.
احمد. الله اسم حلو يا باشا. لا وجديد احمد، تحس ان هو ابو حميد. ما شاء الله يا باشا جديد. ده مصر كلها اسمها احمد وانا بقول لك مايكل. لا حلو يا باشا. ايه ده، وده ميت ولا مولود كده؟ لعيب خلق يا باشا. طب يا اسطى بالنسبه للسجاير دي، يعني لو انت مستغني عن عمرك انا مش مستغني. طلع راسك من الشباك الدخان ما يجيش عليك. وانا راكب بلكونه طلع راسي من طلع راسك من الشباك يا باشا. استغفر الله العظيم. انت تعرف ان السيجاره الواحده دي بتاثر عمر البني ادم 7 ساعات؟ كده 7 وربع، كده 7 ونص، كده هتتاخر على ميعادك. وكده ايوه كده. ادريكسيوني ادريكسيوني ادريكسيوني، ادي برياجي ادي برياجي ادي برياجي. والاغنيه الغم دي بقى تاثر العمر 7 سنين. يا عم يا ريت يطير كله بدل الهم اللي عايشين فيه ده. هيقعد يكذب بقى ويحكي لي في مقاسي عشان ما فصلوش في الاجره. الواحد بيصحى الصبح يتكت على الدريكسيون بال 20 ساعه وريت مكتب العربيه. غير بقى ابني اتولد ابن 7 ومرمي في الحضانه. كذاب قوي عيل ابن كلب. مين ابن كلب ده يا باشا؟ هو ابن كلب، هو الواد ابن كلب، انما انت عادي مش كلب. هو ابن كلب. الواحد مش عارف تجيب منين ولا منين. بس يا باشا تجيب منين يعني؟ مننا، ما هي ناس بتمص في دم ناس. فرح بقى بنزين 80. يا برنس الليالي يا رمانة الميزان، يا هفض فندر قلبي فينك من زمان. ياه ابنك بقى ابن 9 دلوقتي. كان حبك بالمجان دلوقتي بقيت ألماني، يعني الدنيا بتبعاني. خدت بالك يا عم كريم؟ وطلعنا بقى ايه من على المستشفى على الاسم، كأنهم كانوا عايزين مثلا يلبسوني الحكايه كلها. يا نهار ازرق، معلش حصل خير. اللي قولي صحيح يا ابو حميد، انت هتتجوز ازاي وانت صباعك متعور كده اصلا؟ وصباعي ماله ومال الجواز؟ يعني ما تخلينيش اشتمك. وماله ومال الجواز ازاي؟ مش هتعملها كده اهو. لازم اتجوز قطه. استكناوه يا بستكناوه. كل كل انا بص عايزك بقى تديها على الاخر. ها في جمبري وسمك وصبيت وكابوريا، الليله ليله الفسفور يا معلم. عايزك تنور. اراهن انك عازمني على اكله السمك دي عشان تكلمني على البت الزباله بتاعت النت بتاعتك. صحيح يا ابو حميد، فاكر موضوع البنت بتاعت النت اللي انا بكلمك عليه بقى لي فتره؟ يا كريم انا قلت لك 100 مره البنات بتوع النت دول بيبقوا نظام شقق. لا 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 وحياه ربنا خالص خالص، دي مش نظام شقق خالص. ايه نظام فيلل يعني؟ لا لا ولا فيلل، هي ممكن تدي على عشش مثلا او حاجه زي كده. ايه يا ابو حميد في ايه؟ دي مؤدبه جدا. مؤدبه وجدا كمان، والله انت اللي غلبان مولع. كمل وبعدين. مفيش، عايزين اقابل اهلها وافتحهم في موضوعنا. دي تلبيسه طبعا. وحاسب حاسب وهتلاقيها رشه دواخر واهلها عايزين يلبسوها لك. يعني بنت زباله واهلها رمة اصلا. كل 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 بقى شهبه. اللي لذي سيبنا اقول واحب. ايه في ايه؟ في ايه؟ مساء الخير. ايه بيبينا 3 دقايق ولا ايه؟ بابا كان تعبان شوي. دلوقتي؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ما اقصدش يعني اصلا عشان الفرح وكده. طب ايه بابا بقيت كويس يا حبيبي؟ الف سلامه عليك، بقيت كويس؟ الحمد لله. طيب ما هو بيقول لك الحمد لله اهو. يلا بابا قوم. يلا 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 يلا. وانسى كل الدنيا دي وغمض عليك. هو انت على طول كده ما عندكش اي احساس بالمسؤوليه؟ شايف ابوك تعبان وانت ولا همك؟ ما هو بقى كويس، مش انا سالته قدامك وقال بقيت كويس خلاص. ايه بس هكبري الموضوع ليه بس يا ماما؟ وبعدين الساعه كام معاكي؟ الساعه 6. 6؟ طب وانتوا ايه اللي ملبسكم بدري قوي كده؟ لسه بدري، هو هتلاقيه تعب اصلا عشان لبس بدري على فكره. ما بدام انت شايف بدري قوي ما تروح تجيب اختك من عند الكوافير. لا ده احنا متاخرين جدا، ده احنا متاخرين جدا. بقول لك ايه؟ ولا تيجي التاكس. انا اصلي رايح مكان كده ايه؟ مريم قالت لي عليه. اروح كده اروش نفسي فيه. اسبقوا انتوا وانا هحصلكوا براحتي، ماشي؟ يلا باي باي. الو وصلت يا احمد؟ ايوه يا مريم انا وصلت اهو. صراحه ما كنتش اعرف انك تعرفي اماكن نظيفه كده. لا لسه ما سالتش عليه، بقول لك لسه واصل. انت قلتي لي هو اسمه ايه؟ اسمه سعيد. سعيد؟ طب ثانيه واحده خليكي معايا هسال عليه. ثانيه واحده. حاضر. خليكي معايا. مساء الخير. مساء النور. سعيد؟ افندم؟ انا سعيد ان انا شفتك يعني. في حد هنا عندكم بيشتغل اسمه سعيد؟ سعيد؟ يا فندم موجود جوه. اوكي. هاي مريم لقيتها. قصدي لقيته. سلام انت دلوقتي، سلام.
أمال أنت اسمك إيه؟ أسماء. أيوه يعني مفيش اسم محدد؟ لا أنا اسمي أسماء. آه اسمك أسماء. كذا اسم. من سعيد هنا ولا هنا؟ هنا. شيك أوي البرمز ده، شيك البرمز ده، ممكن الواحد يحضر بيه الفرح والله. أو نسرقه بقى. كابتن ممكن معيش سؤال صغير كده؟ انت بتروح جيم نوع ايه؟ يعني ايه نوع ايه؟ يعني جيم عادي كده بتاع بني ادمين يعني؟ يا عم انا بسأل بس. ايه ده هو ما خدش منك مناديل؟ ده كمان ما غسلش ايده. ايه القرف ده؟ انت عارف ان في 90% من اللي بيغسلوا ايديهم برضو بيفضل على ايديهم اثار بيبي؟ امال اللي ما غسلش ايده خالص بقى ده خطر. صدقني ده يبقى بيبي ماشي على رجليه. يا اوعى تكون بتعمل زي الحيوان اللي خرج ده. تغسل ايدك بعد ما بتعمل تغسل ايدك تغسلش تحيي. احمد. ايوه. قالوا لي انك سالت عليا. انا سعيد بن عم مريم. الف مبروك. سعيد. ازيك يا سعيد؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ انا مريم قالت لي انك بتشتغل هنا. انت ايه يعني بتشتغل ايه؟ لا يا سعيد لا يا سعيد بلاش طبعك يا سعيد طبعك لا. عجبك اللي ابنك بيعمله فينا ده؟ هو يعني ابني لوحدي لسه يا حبيبتي. الله يحرقك يا سعيد. الو. بابا انت فين يا احمد؟ انا جيت اهو. انت بتستهبل. انا قدامك اهو الناحيه الثانيه. الناس خمرت جوه من الاعلى. ايه اللي اخرك؟ انا عريس والعريس لازم يتاخر. انا النهارده اهو. احمد. الله اكبر. مالك؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه. طب يلا قوم يا عريس عايزين نفرح بيك. اديني قمت اهو. الساعه 10 ولا 12 يا حبيبي؟ الساعه 10. قوم كفايه نوم بقى. صباح الخير يا عريس. الف مبروك. صباح النور يا خالتي. الله يبارك. انت كنت بقيت عندنا من امبارح؟ لا يا روح خالتك. سعاد اغسلي وشك عدى ربع ساعه. اوكي. يلا يا جماعه انا ماشيه. وقولوا لايمي لما تخلص تكلمي. ايمي؟ ايه ده اللي في وشك؟ ايه يا ماما هتعملي ايه؟ ايه في ايه يا حبيبي؟ هتعملي ايه دلوقتي انت؟ هو انا هاكلك حبوسك يا سعاد. فين الجزمه البني؟ حاضر يا جلال هجيبها لك ثانيه واحده. يوه وانا لازم اعمل كل حاجه بنفسي. محدش عنده اي احساس بالمسؤوليه. يعني ايه؟ انت سبت باب التلاجة مفتوح من امبارح يا جلال؟ هو مفيش حد في البيت ده الا انا؟ حاجة غريبة والله. مبروك يا عريس، عقبال ما نقول شرف حلقتك. خليك في حالك يا عم تنتان دلوقتي. كبير زي جمهور مصر بتلعب في الملعب.
معايا مقطوعه ايه؟ نجيب ازازه. ازازه يا احمد، يا احمد يا ابني، حرام عليك، مصالح الناس هتقف كلها. نفس الخبط، نفس الخبط، نفس الشوار، نفس المرايه، نفس النور، نفس المايه، نفس المعجون، نفس كل حاجه، نفس كل حاجه. اغنيها لك. الله يا ابني، حرام عليك، مصالح الناس هتقف كلها. طب حلالي كده ليه يا قلب؟ بابا انت جبت لي فلوس القسط الاخراني بتاع الشقه؟ والله جاهزين وموجودين معايا من امبارح. وكاملين بقى ولا ناقصين؟ ناقصين 2000 جنيه. ناقصين؟ طيب خش يا ابو سوسن، خش. سوسن مين يا قلب؟ ده موضوع قديم، موضوع قديم، موضوع قديم. خد يلا نظفه انت، نظفه انت. لا 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 لا، كده ما ينفعش خالص. انا هفوتها لك في الكابوس، مش هفوتها لك دلوقتي. انت يا بنت يا علا، بقول لك انت يا مش انا قايل لك ما مالك يا احمد، بتنقمق ليه؟ مش انا قايل لك ما تقعديش على النت عندي؟ لو قعدتي مش مشكله، على فكره انا مديكي الامان. قعدتي صح؟ قعدتي. انا ما جتش ناحيه الكمبيوتر بتاعك. وبعدين؟ وبعدين القعده في الاوضه دي بنت مش ولد. ليه يا ربي ما خلقتنيش ولد؟ ليه بس؟ ثانية واحدة، ثانية ثانية. ليه فيكي يا وليد؟ عرفت استنى؟ لا اه لو سمحت لف، عايز اشوف ظرف السنه، اشوف حاجه بس. لا ايه اللي لا الفي؟ بقول لك يا ماما يا بنت عاميه، ربنا ياخدكم. ازيك يا ايمي؟ انا ايش نطت تمام؟ مش عارف. عادي يا معلم، يا معلم، يا معلم، عادي. حلم مجنون ولا ايه؟ ها؟ عادي 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 عادي، ماما عادي. صباح الخير. صباح الخير ماما. مش عادي. سن السكينة، سن الماس. هاو 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 هاو. ما مش عارف تقف الحرامي. في 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 عليك انت يا واطي يا جزمة. شوفوا يا جماعه، هنا في الشركه يا اما تقف في التكييف في الاداره والحسابات، او انك تبقى سمسار تدي اوامر بيع اوامر شراء، تنفذ عمليات على الجبهه. الموضوع ده عايز جراه. خليني اوريكم مثال حي حصل عندنا هنا في الشركه. الاستاذ احمد مدير الحسابات عندنا في الشركه، اول ما جه الشركه فضل يشتغل في الحسابات، مش حبا فيها بس لمجرد انه يبعد عن روح المجازفه اللي بيعيشها السمسار كل دقيقه. حب يمشي جنب الحيط، انما انا بحب امشي فوق الحيط. عشان كده اشتغلت في السمساره وخطرت، وفي خلال سنتين بس بقى مرتبي 4 أضعاف مرتبه. المهم دلوقتي انتوا عايزين ايه؟ عايزين تبقوا زي الاستاذ منير ولا زي عمه كده؟ زي حضرتك طبعا. تمام خلاص، ممكن تفضلوا. الله الله، والله ما انتوا قايمين. اتفضلوا اتفضلوا. انا مش هشكك في الكلام اللي قاله الاستاذ منير، لانه الحقيقه جايز يكون فاهم انه صح. ازيك منير؟ حبيب قلبي، ازيك عامل ايه؟ بس انا هحكي لكم على حاجه كده انا متاكد ان هو ما حكاهاش. انا والاستاذ منير دفعه واحده وقد بعض بالظبط. بصوا له كده، بصوا بذمتكم الشكل اكبر مني، يجيب 30 سنه على الاقل. وانا هقول لكم ليه.
طول النهار قاعد بقى يرقط في ضوافره ويمسك في قلبه والمراره والحاجه. لا سهم طلع سهم نزل سهم طلع وصحيح على فكره هو انا مش هقول حاجه يعني هو بياخد فعلا بياخد قد مرتبي 4-5 مرات. بس فرحتي بقى بعد عفو مرتبي ده لو انا خدته وبعدين في الاخر اصرفه بقى على الضغط والسكر والقلب والمراره والملاريا والايدز ولا ايه؟ ها بعد بقى ما عرفت المأساة بتاعت الأستاذ منير تحبوا يبقى معاكوا فلوس كتير كده ولا تعيشوا أكتر؟ طبعاً عايزين فلوس كتير. يا رب تموتوا يا رب تموتوا كلكم. امسك ده الكشف بتاع الخمسة المرفوضين اللي أنا همشيهم. الوطنية وصل 36. وصل كام؟ 36. ها عمال يعلى نشتري تاني؟ هتشتري؟ هتشتري ها؟ هتشتري؟ طبعاً هشتري. اشتري لي واخد ده أبلغ بالناس حالاً. هبلغ بيه الناس؟ فوراً. ممكن تفضلوا انتوا يا جماعة. لمؤاخذة حريق. لمؤاخذة حريق. وانت تاني. في يا أحمد. في ايه؟ في. في. حسبي الله ونعم الوكيل. قلت ايه يا معلم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي يا معلم. رقم ايه يا معلم ده انا بكتب خواطر خواطر نثر يعني نثر اقطع خواطر اقضي لي مواتك اهو اقطع اقطع روح بقى اخبط في الخلق زي ما انت عايز وانا مالي اهو بعيد عني يجيب 5 متر انا شايفك وانت بتخبطه ونطرته لحد هناك ليه وانا خبطه بالشلوت يا راجل حرام عليك بلاش كده ده انا شايفك صدام عربيتك وهو بيرشق في كليته انا بكلم بنات بقول لك ايه خلاص 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 بلاش رخ يلا 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 نروح الاسم يلا نروح الاسم اسمي ايه خد على قرب المستشفى سابه اسكت ما هيموت هيموت يا اخي انت تفول على الراجل يلا بلاش رخ نروح الاسم قبل الضابط ما يقعد يفطر ونقعد جنبه يلا هاتوه 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 على مفرش مشمع ايه مات ها مات مات ها مات الحالة ماتت الله الله ما تخافش ما تخافش مش هعترف مش ده اللي خبطه ده الراجل ده كان بيحاول يشيل معانا الراجل نحطه في العربية عشان نلحقه ازاي يعني؟ اذا كان هو اعترف لما انا مسكته اعترفت؟ ما بتبرق ليه؟ وما تقول لي هتقطع خواطري وقطعت انت خاطرك هتتهربت هنا هو ده اللي خبطه خبطه ده شنيره ده طياره من على الاسفلت تطير وانت ما عندكش احساس ولا نخوة خلاص رميت الراجل في الشارع كده وبتجري وفي المستشفى مش عايز تمضيله برضه عرفت موضوع المستشفى برضه حضرتك يا اخي اعتبر نفسك مكانه وبتدور على حد يمضي عليك او المصحف ما انا رادد منك لله يا اخي الراجل ده ذنبه في رقبتك برضه نفس الكلام برضه حتى لو انا ما رديتش طب انت حضرتك ما كنتش جيت انا النهارده كنت هتقول ايه كنت اقول لك مع السلامه الصبح على كده وحتى انا جيت نفس الاسم انا نفسي مش واخد بالي نعمل نفسي مش واخد بالي مش واخد بالي مش واخد بالي مش واخد بالي لو سمحت بقولك يا ساتر ايه ده؟ ده كلبش ليه قلتلي ليه قلتلي ليه قلتلي ليه قلتلي ده كلبش علاش يا عم ممكن الكرة؟ يا ابني يا حبيبي بتدور على كره ابيض فحمر كده كره ابيض فحمر مدوره اهي خد يا حبيبي خد هلا قول لي يا اسطى هو انا ما ركبتش معاك قبل كده تكرش يا باشا ولا بتطلع في التلفزيون او في الجرايد ريت يا باشا
الماكس ده ما ركبتش. وحياة السجاير دي يا باشا ما ركبتش معايا، وحياة النراية دي ما ركبتش معايا. طب اسمك ايه؟ رمضان. محسوبك رمضان. طب مالكش اخوات توأم او حاجه رمضان؟ لا يا باشا انا وحيد. وحيد ولا رمضان؟ ما تلخبطنيش. رمضان يا باشا. يوه اسمي رمضان انما حالتي وحيد. واسم البرنس ايه؟ مايكل. الله مايكل اسم حلو قوي يا باشا. لا هو جديد مايكول اسم جميل. ركبت معاك قبل كده. ما تستبعدش يا باشا، اصل الواحد من كتر الهم بقى مش مركز. ايوه صح. الواحد بيصحى الصبح بكيف على الدريكسيون بالعشرين ساعة وقالت مكفي قصة العربية، ده غير بقى ابنة ولد ابن سبعة ومرمي في الحضانة، مستعجل قوي على النزول. عيل ابنك الواحد مش عارف. امسك يا برنس الليالي يا رمانة الميزان، يا حفظ فندر قلبي فينك من زمان، كان حبك بالمجان. نزلني هنا نزلني هنا نزلني هنا. فين يا باشا؟ نزلني هنا لو سمحت. ليه بس؟ هاخد توك توك. طب ابويا وامي واختي عادي ممكن ابقى انا عارف هما بيتصرفوا ازاي او بيعملوا ايه، انما انا ده انا حلمت بنفس الحرامي وبنفس الضابط وبنفس الراجل اللي مخبوط في الشارع. هما ده انا كمان حلمت برمضان. عقبال ما تحلم بالحج. معاك حق ما تصدقنيش. بقولك يا ابو حميد ركز بقى معايا والنبي شويه، ها سيبك من الخرافات دي كلها عشان انا عايز اكلمك في موضوع مهم جدا جدا جدا. فاكر البنت بتاعت النت اللي انا بكلمك عليها؟ اهو 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 حتى الكلام ده، حتى الكلام ده انا حلمت بيه. انا ايوه انا عارفه الكلام ده، انت قلته. الكلام ده ايوه اللي انا لسه هقوله لك. انا عارفه. اه طب انا هقول لك ايه؟ هقول لك بتقول فضل. ايه؟ انا مش قايم قاعد. اتفضل. كنت بتقول قول. ما تسربعنيش ما تسربعنيش وهفتكر انا. اهو. طب قول اول حرف. قول اول حرف. احنا نلعب افلام. اول حرف ايه؟ قول اول حرف يا كريم بقى. فيه فيه. كايزه كايزه. فاديه. فراوله. قربت. ها فانوس. فاكر 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 البنت اللي انا حكيت لك عليها؟ اللي انا حكيت لك عليها اللي انا قلت لك اللي انا قلت لك. اه اهو شفت بقى. شفت يا كريم. لا والله عندك حق. يا سلام علي انا برضو الكلام ده. والله العظيم الكلام ده زي ما اكون سمعته قبل كده. ما هو انت لازم تكون سمعته قبل كده، ما انا بكلمك فيه كل يوم اصلا. اسمعه بقى دلوقتي عشان ما اكلمكش فيه تاني. مالها 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 قول وخلصنا. هقول لك. طيب اصلا انا اكتشفت ان اخوها صاحبي. اما بترمى زباله صحيح واخوها حقير وانت حيوان. لا 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 ايه ده ايه ده ايه يا ابو حميد ده ايه ده ايه ده في ايه في ايه وديت ايه واخوها ده ايه؟ مش بعيد يكون عارف اصلا انه بيرفع قريه. لا لا ما تظلموش النبي حرام عليك، هو ما يعرفش اصلا. عشان بهيم. هو مش بهيم في ابو حميد. خلاص مش بهيم بجم. اوكي بقول لك ايه، ما انا شايف ان انا وهي نقول له عشان لا يبقى بهيم ولا بكر. انت عارف انا مكان اخويا ده اعمل فيك ايه؟ ايه ده انا اظبطكم متلبسين واتبعك انت وهي. متلبسين ايه بس يا ابو حميد؟ والنبي اركز بس شويه اركز. هي اصلا مش عايزه تكلمني ولا تخرج معايا غير لما اقول له. ماشي وانا عارفها اصلا من زمان وعارف انها كويسه جدا جدا. ايوه كريم كريم بص ما تكلمنيش في حاجات مقززه دي. انا دي بالنسبه لي حاجات مقززه يعني. واحنا بناكل مقززه مقززه. اه كل اه هاكل. اه ايه الله في ايه؟ الله اهو انا ما جبتش حاجه من عندي اهو. في ايه؟ اتشكيت وتعورت. ما انت لازم تشك. ما انت تاكل سمك يا ابني وسمك فيه شوك، لازم تشك عادي يعني. انت متعصب ليه دلوقتي؟ انا متعصب عادي بقى، ايه المشكله؟ لا في دي بقى مش عادي متعصبش. ايه ده الاسعاف للدرجه دي؟ حالتي خطر. انت طلبت الاسعاف؟ انا موبايلي فاصل اصلا. والليله دي سيبني اقول واحب فيه. سلامتك 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 يا جماعه. والليله دي سلامتك سلامتك سلامتك. استر عليك. تعال اقعد استريح. سلامتك الف سلامه. الليله دي ربنا يستر عليك. انت تعبان؟ وليه ليه بتتعب دلوقتي؟ ما تعبتش الصبح ليه؟ جاي الساعة 6 وتتعب؟ ايه اللي بتقوله ده يا احمد؟ هات الدواء بسرعة. حاضر. لا لا مش دي، دي عاون شعري. الدواء بتاع بابا جوه في الاجزخانة، روح جيبه. حاضر. طب كلمته الدكتور؟ ايوه كلمناه بس في الغردقة. يجي بالسلامة ان شاء الله. يجي بالسلامة. اعمل لي مية بسكر يا سعاد. الو استاذ جلال. الو رد عليا استاذ جلال. الو الو يا استاذ جلال. لا انا مش جلال، انا احمد ابنه. مين معايا؟ انا حسيب زميله في الشغل. اه اهلا وسهلا. هو استاذ جلال تعب تاني ولا ايه؟ هو اه هو تعب تاني برضه.
هو حضرتك اتصلت بيه امبارح؟ لا ابدا، بس يا ريت لما يستريح يبقى يكلمني. حاضر. ارجوك ما تنساش تبلغه. حاضر. مع السلامه. جيت هنا قبل كده؟ انا جيت هنا قبل كده. السلام عليكم. Здравствуйте. اسماء فين؟ اسماء في هنا كان حد اسمه اسماء؟ извините, пожалуйста, но я вас не понимаю, что вы говорите вообще. انا كنت متاكد ان مفيش حد اسمه اسماء، صح؟ Наверное, я не понимаю, вы как-нибудь объясните. ممكن انزل تحت اتاكد من حاجه بس انزل تحت. Я не знаю, что хотите делать? Пройдите, спросите у кого-то. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Привет. أنا جيت هنا قبل كده. من أبيض. من أبليك. أيوه أنا فاكر أنا جيت هنا قبل كده. أنا مش فاكرك. أنا مش فاكرك، مش فاكرك خالص. لو سمحت. إيه ده؟ لو سمحت يا واد، بس عايز أقول لك حاجة. لو سمحت، لو سمحت. هو الموقف ده ما اتكررش معاك قبل كده؟ مش انك بتعمل بيبي يعني، اكيد ما انت بتعمل بيبي كل يوم اكيد، وما اقصدش برضه انك مش هتغسل ايدك يعني. احنا ما اتقابلناش قبل كده هنا. لا انا سعيد اللي شغال في سبا. قلت لي لا، قلت لي لا، قلت لي لا. ايه ده بس؟ في مال حضرتك؟ في حاجه؟ يا عم يا عم عم ايدك والنبي، في حاجه؟ ايدك بس، ايدك يا عم، لو سمحت يا عم، ايدك يا عم، ايدك. الله، لا مش خلاص يا عم، اتكل على الله بقى، خلي ايدك جنبك. وسمحت سلم على الحنفيه الاول وبعدين ابقى سلم عليا. ايه القرف ده؟ انت حقيقي بقى، متقعدش تعملي فيها مش حقيقي زي امبارح. ايه يا حبيبي؟ ايه يا ابو حميد مالك جايبني على مالك وشي في الحمام هنا؟ عايز ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ تعال. ايه؟ تعال تعال. يعني بعد كل اللي حكيته لك ده انت سايبني وقعد تبلبط؟ ما انت لو مكاني هتشوف ايه الحلاوه اللي انا فيها دي. يا كريم بقول لك الحلم بيتحقق يا كريم. انا رحت لقيت ابويا تعبان برضه. احمد ده حلم. ماشي حلم. يعني انا بشوف الحلم بيتحقق ده طبيعي؟ وبموت في الاخر ده طبيعي؟ ها؟ بقول لك ايه؟ تعالى تعالى يلا اقلع حضنك دي وانزل معايا الميه هتصب اللي بدات. يلا كريم ميه ايه دلوقتي بس؟ يلا دي ميه تحفه. سخنه؟ سخنه بتغلي. يلا انا انزل. ما انزلش ليه؟ واروق دماغي، واروق دماغي. هيحصل ايه يعني في الاخر؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ ترامادول يا احمد؟ بتضرب ترامادول؟ تيمو؟ بتضرب تيمو يا احمد؟ ايه بتاع ايه ترامادول ده؟ كيميا. ايه اللي هيكون بتاع ايه؟ شوكولاته يعني؟ تعبيط ولا ايه؟ يا عم ده حقن الشعر بتاعت امي. امك كمان بتضرب ترامادول؟ تخيل لو امي بتضرب ترامادول. يا عم بقول لك ابو حميد، مش انا كريم صاحبك حبيبك؟ اسمع مني، اوعى تضرب تيمو. انا بقول لك اهو، ما تكررهاش عشان ده ادمان. من؟ امسك عشرة. اقرا. ترامادول. امي بتضرب تيمو. حبايب يا ترامادول. الو انت فين يا احمد؟ انت بتستهبل؟ الناس خمرت جوه من القعده. ايه اللي اخرك؟ مفيش مفيش، ما انا جيت اهو، انا جيت اهو قدامك. عندي يا ابني، انت واقف عندك بتعمل ايه؟ حاضر هعدي هعدي. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تعديني. اجي اعديك؟ يا ابني بطل البرود اللي انت فيه ده. مش انت كنت بتعديني وانا صغير؟ تعال عديني، تعال عديني ونفتكر نفتكر الذكريات الجميله دي. يا اخي خلي عندك دم يا اخي، منظرنا بقى زباله جوه. حاضر. ما تعدي يا ابني. حاضر هعدي اهو. ابنك اتهبل ولا ايه؟ يا عم ايه يا عم، مش ناقصاك ده عادي ده ولا مش عادي ولا ايه؟ ده مش عادي، انت جاي عليا ولا ايه؟ لا 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 يا عم، اجي لك يمين تجيلي كده تصالحي مع الفرح ولا ايه؟ لا 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 الحمد لله الحمد لله، فلتت منها فلتت منها. يا 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 فلتت منها. شفت؟ قلت لك قلت لك تعالى عديني. لا لا مش عادي، مش عادي خالص، مش عادي خالص. يا حبيبي الله اكبر، مالك؟ في انت مالك؟ مالي انت مالك؟ انا مالي ولا ما ماليش؟ انت لابسه كده ورا عارف فين؟ رايحه اعمل شعري.
يلا قوم يا عريس، عايزين نفرح بيك. افرحي بيا؟ طبعا تفرحي وتعلي. صباح الخير يا عريس. صباح الزفت يا خالتي. الف مبروك يا عريس، عقبال ما نوصل يا صاحبي. خليك في حالك، خليك في حالك لو سمحت. مفيش ميه، برضه مفيش ميه. هيجرى لك ايه؟ معلش علا، يبقى انت فعلا اللي كنت قاعد على النت صح؟ اه يا ماما. تعالي هنا. ايه ده انت عاميه؟ ربنا ياخدكم. عادي 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 عادي. لا مش عادي، اللي بيحصل ده مش عادي. قلقان ليه؟ قلقان ليه بس؟ يعني ماما، ما هي ماما كل يوم، يعني انا هصحى مثلا الاقي ماما في يوم من الايام خالتي. اهدى 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 علا. طب ما هي علا طول عمرها هتموت وتقعد على النت. حتى بابا، حتى بابا طول الوقت بينسى باب التلاجة مفتوح عشان يشرب ميه. اذا كان بينسى في باب الحمام عليه مش هينسى باب التلاجة اللي ما فيهاش حد بيعمل بيبي. لا اللي بيحصل ده مش عادي وهبل. ماشي يا ابني، بتبص على ايه؟ فهمنا. الخرابيه الحمراء عدت وبتاع العيش اهو، والكلب اهو، اهو الكلب. يبقى هو هيجي هيجي هيجي. ثانيه واحده، واحد كده حرامي بيجري معاه شنطه وبيجري كده. ثانيه واحده، هيجري هيجري هيجري. اه مين ده اللي هيجري؟ ما قلت لك واحد حرامي. ماشي الله، مالك يلا بتكلم امك كده ليه؟ انا مش عايز اتكلم معاها اصلا. كله كله عدى ما عدا هو. ماشي حرامي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ابني؟ ده الناس كلها بتجري. يعني ايه الناس كلها حراميه؟ ليه؟ اهو 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 اهو، ده اللي انا اقصده. ده الوحيد اللي ما جريش. ليه ما جريش ليه؟ ها وبيكلم مين؟ بيكلم مين في الموبايل؟ ها والله ما اعرف يا ابني، والله ما اعرف. ليه ليه ده ما جريش ليه؟ ده كان بيجري. ده هدي نفسك، هدي نفسك بس شويه وتعال نخش جوه واخلي ماما تعمل لك ليمون. اخش انا جوه عشان ايوه. ليه ما جريش ده بقى؟ ليه يا اخي؟ ان شاء الله عن امه ما جري. ان شاء الله عن امه ما جري يا اخي. ان شاء الله عن امه ما جري. حاضر حاضر. ان شاء الله ان شاء الله عن امك ما جريت يا اخي. ان شاء الله عن امك ما جريت. الحمد لله اهو خلاص هديت تماما ومش رايح الفرح برضو. يعني ايه مش رايح الفرح؟ يعني لا انا اذهب. طب نعمل لك احنا ايه دلوقتي بقى؟ الله، انتوا كلكم هتعصبوا عليا ولا ايه؟ يا جماعه انا حاسس ان هيحصل لي حاجه النهارده. يا ابني يحصل لك ايه؟ ما انت زي الفل اهو دلوقتي زي الفل، انما بالليل بقى بعد الفرح مش هبقى زي الفل. بالليل؟ اه. سيبينا يا سعاد شويه لوحدينا. لا 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 لا، مش اللي في دماغك ده خالص. انا كده انا كويس جدا يا سعاد. ارجوك سيبينا شويه لوحدينا. بلا سيبينا بلا سيبك يا جماعه، ريحوا نفسكم. انا مش رايح الفرح، يعني مش رايح الفرح. انت عارف الناس هتقول ايه على بنتي لو العريس ما جاش الفرح؟ حظها وحش. نعم يا اخويا. حلو ايه؟ حلو حلو يقولوا حلو. وبعدين ده انا كنت فاكرك اول واحد هتتبسط ان الموضوع هيبوظ. يعني اكملنا انا وحضرتك مش على وفاق مع بعض. ما انا مش هتحرك من هنا لما اعرف ايه السبب اللي خلاك اتغيرت بالشكل ده. حاضر حاضر. اصل انا حاسس ان انا هموت بعد الفرح. مش احسن ما تموت دلوقتي ولا ايه رايك؟ لا خلاص دلوقتي لسه بدري. اموت بالليل. تموت بالليل، تموت بالنهار، تصعب الثانيه تكون في القاعه. وانت خليك جنبه لغايه ما تجيبه معاك. اتفضلي يا هاني. اعرفك بنفسي، انا سعيد ابن عم مريم. يا سيدي عارفك وحافظك. صم سعيد ابن عم زفت ولا زفت ابن عم سعيد؟ هتعمل لي ايه انت يعني؟ وجاي تسلم عليا كده من غير ما تبقى عامل بيبي؟ قوم اعمل بيبي، قوم اعمل بيبي وتعالى سلم عليا الاول. قوم اعمل بيبي. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اشكي لمين انا ولا احكي لمين؟ محدش هيصدقني. اشكي لسعيد؟ مش هيصدقني. محدش هيصدقني. اذا كنت انا مش مصدقني. لا 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 لا. يا عم اقعد اقعد يا عم اقعد. انا هكتب كل كده عشان يعرفوا انك دخلت الصبح عليا وحتى وشكلي. بعد كده حصل ايه؟ بعد كده حصل ايه؟ بابا سرق على اسم الفني. بابا سرق على اسم السرقه. محدش فاهم اي حاجه. خالتي دخلت وقالت لي صباح الخير يا عريس. الكمبيوتر اضطريت اشيله علشان اشتغل الصبح. بموت
بموت. ايه ده؟ ايه الفرقعه دي؟ عايز اروح الحمام. والفرقعه دي طلعت منين؟ بقول لك عايز اروح الحمام. ثانيه واحده اما اشوفه لك. اقعد. تك القرف، ريحتك وحشه وعملت فرقعه في اوضتي. الو بعدين؟ ايوه حسيب، انا خدت فلوس من الخزنه. ايوه، انت عرفت منين؟ ايه؟ كنت مزنوق فيهم وخدتهم. ايه جرد تحقيق؟ اتفضحت يا جرير، اتفضحت يا جرير. حرامي وانا ناقص؟ يا فضحتك يا جرير، يا فضحتك يا احمد. اهلا 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 ست الحبايب. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا جلال؟ انت متنح كده ليه؟ سلامتك الف سلامه. انت قاعد كده ليه؟ ما تعمل حاجه. اعمل حاجه؟ هو انا بعمل حاجه؟ ما انتوا اللي بتعملوا كل حاجه. اعمل ايه انا يعني؟ اطلب الدكتور. يا دكتور مسافر، الدكتور في الغردقه. انت بس اعملي له ميه بسكر وهو هيبقى كويس، وانا للاسف هجيب له الدواء من جوه. فضحتوني. انزل بقى سعيد. انزل فين؟ انزل خش فرح حركن واجي. لا انا جاي معاك يا عم. انا رايح اكل رز بلبن. حركن واجي، حركن واجي. انزل بقالك 60 ساعه قاعد معايا في الاوضه. هروح فين يعني؟ يا عبيط يا ابني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على فين يا باشا؟ اي حد اي حد اي حد. شكرا. الف سلامه يا باشا. دلوقتي 12. طب وبعدين؟ وبعدين وبعدين وبعدين؟ في ايه يا حبيبي؟ في حد يبقى مزاجه كده يوم فرحه؟ طبعا، ما انت اهم حاجه عندك المزاج. وانت داريانه بحاجه؟ روحي 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 اديله الجزمه البني. يلا روحي. ما تنسيش تديله جوانتي عشان البصمات. ها الورق الورق الورق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ انت مين؟ ها؟ انا بخافش. ها؟ عفريت؟ جن؟ شيطان يعني؟ انا مخافش. انت زي اللي لك يا عباس. صباح الخير. كلب تاني، كلب تاني، عربيه حمراء تاني، يا دي النيه وناس بتتخانق. انت عمنا، انت عمنا، ونابع ابوس ايدك. والله ما في عصافير في اوضتي ارجوك. بص الشقه اللي جنبي دي فيها بغبغانات، استاذ بغبغانات. سن السكينه، سن الماس. يا عمو عمير زنك ترمادول تدول تامور رهبانول. لا لا لا، انا بس جاي لماما بتنجز وهمشي على طول. ماما اوكي اوكي. طب هات لي
هات لي بنادول يا معلم، بنادول. يلا يا حماده طير من هنا. بنادول بقول لك. فضايح 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 فضايح، مش عارف اعمل ايه. ابويا حرامي وامي طلعت بتدمن. ايه؟ امك مدمنه؟ اه بتضرب ترامادول. الله، هو انت تخربها ولا كانك عملت حاجه؟ ده انت اللي قايل لي. مش مهم مش مهم، مش ده المهم اصلا. انا وصلت كده تقريبا بسبب للحاله اللي انا فيها دي. ها؟ اللي انا فيه ده كريم بسبب الجواز. ماشي. اه بسبب الجواز، ملهاش حل تاني غير انها بسبب الجواز. شيء طبيعي، واحد كان عايش حر ملك ملك وفجاه لقى نفسه هيتجوز ويتكلبش، فمتشبث باخر يوم ليه في العزوبيه. يعني عشان كده انا مش رايح الفرح. اللي بيحصل لي ده كريم مسج 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 ان انا افضل حر. خلاص مسج. خلاص قريتها قريتها المسج دي. فهمت فهمت ايه وبتاع ايه ومسج ايه اللي انت بتقوله ده يا ابو حميد؟ صدقني ده جنان اللي انت بتقوله ده. جنان؟ لا مش جنان. انت لا جنان. لا مش جنان. لا جنان. ابو حميد على فكره انت شاب كويس، شاب ممتاز والله العظيم. كريم كريم انا خايف، انا مرعوب. افرض مره الحكايه كملت وسمعت صويت بدل زغاريت، هتتبسط يا سيدي. لما تبقى تسمع صويت يبقى يحلها الف حلال ونبقى نتصرف. الهي يصوتوا عليك بدري، انت بتفاول عليا. مناخيري مش بفاول عليك ولا حاجه يا ابو حميد. امال ايه؟ انا عرفت على فكره كويس قوي اللي بيحصلك ده بسبب ايه. طب ما تقول يا سيدي. هقول لك، تعالى. انت بتشوف احلام وحشه. ده حلم. ده عذاب ايه تاني اللي انا فيه ده يا رب؟ ما انت قلت لي كده قبل كده. انا قلت لك كده قبل كده؟ ايوه قلت لي انه حلم غير كلامك. شوف حاجه جديده تقولها. لا اشوف حاجه جديده. اشوف حاجه جديده يمكن تعجبك ولا حاجه. اشوف حاجه مثلا. انا عندي حاجه جديده حلوه قوي. بص، ايه رايك يا ابو حميد لما تلاقي حاجه تحس ان انت شفتها قبل كده تغيرها؟ يعني هات دي كده ودي كده وطلع دي من فوق وروح منزل دي من تحت. يعني هات. ايه ده؟ ايه 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 ساحر انت؟ ايه مش فاهم. يعني لخبط الورق. يعني ايه الخبط الورق؟ لخبط الورق يعني غير الواقع. تعبيط، هو في حد يقدر يغير الواقع؟ طبعا اي حد في الدنيا ممكن يغير الواقع بسهوله. ليه؟ لان الواقع ده بيحصل بسببنا. انما اللي ما نقدرش نغيره القدر. ليه؟ لانه بيحصل لنا. عرفت الكلام ده منين؟ انا عملت له داونلود من على النت. غير الواقع. والله يا فكره. طب ما احنا فيها. احنا ساعتي واقفه. الساعة الساعة معاك كام؟ الساعة دلوقتي 12. طب تيجي معايا وانا بغير الواقع ولا اروح لوحدي؟ مت برضه. ومت موتة بشعة. مت موتة بشعة. واضح ان الجواز والفرح مالهمش علاقة. انا ما روحتش ومت برضه. الله الله. ايه ده؟ هو احنا في اوضتي ولا في اوضتك؟ ايه ده؟ ايه يا ابو حميد؟ ايه ايه عادي 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 يا معلم. في ايه؟ اوضتي واوضتك واحد عادي مفيش مشاكل. كمل بس. ها كمل كمل كمل. ها عملت ايه امبارح؟ يلا يلا ركز بس معايا ركز معايا. ها عملت ايه امبارح؟ مفيش. انت قلت لي احاول اغير. انا قلت لك كده؟ يا كريم قلت لي كده. الله. طيب طيب خلاص يا ابو حميد خلاص. قلت لك كده قلت لك كده خلاص. افتكرت. ايوه ايوه صح افتكرت. ايوه ايوه لما قلت لك غير. ايوه ايوه صح. حتى بالامر انت ما لحقتش تغير. ايوه ايوه صح. عادي يا معلم ايه مشكله؟ واحد يعني دولابي كله مليان هدوم، غير والبس اللي انت عايزه. ايه ده؟ كريم انت صاحبي الوحيد صح؟ طبعا. مفيش ده هخسرك بقى. لا لا ليه ليه ليه؟ يا كريم انت قلت لي احاول اغير الواقع. اغير الواقع اغير الواقع. اغنيها لك اغنيها لك. اوكي. اغير الواقع اغير الواقع. هوبا. اغير الواقع. هوبا. اغير الواقع. يا ابو حميد الحياه حلوه يا كريم. ايه ايه في ايه؟ بقول لك بموت كل يوم يا اخي. طيب خلاص معلش ما تزعلش انا سامحتك خلاص. المهم غيرت الواقع ولا لسه؟ لسه لسه. طب مستني ايه ما تغيره؟ مستني ما يجيلي فلوس هغيره ان شاء الله ان شاء الله. كريم ممكن اموت عندك النهارده؟ نعم. قصدي ابات عندك النهارده؟ يا حبيبي طبعا. شقه شقتك اعمل فيها اللي انت عايزه. امال الصحابه اتخلقوا ليه؟ ربنا يخليك ربنا يخليك. بس غير لي اللحاف الاوفر ده. حاضر يا حبيبي. من عايز ازاي ده؟ لا حاضر ان شاء الله خير ان شاء الله. غير الواقع غيري الواقع غيري الواقع غيري الواقع غيري الواقع. انت عارف ايه اول حاجه هغيرها في الواقع يا كريم؟ ايه؟ انت يا رب تموت. كريم 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 كريم. ايه؟ هات معاك ورق تواليت الحمام علشان الحمام ما فيهوش ورق تواليت يا معلم. حاضر حقيس يا احدى. حاضر حاضر. وبص وعيش فينو رفيع سخن. فينو ايه دلوقتي؟ الفرن زمانه قفل. الساعه بقت 12.
12 انا موت الساعه 12 لازم اغير الواقع لازم اغير الواقع خلاص شفت الفستان وهبت حلوه قوي على فكره كريم انت لازم تكلم احمد النهارده لحسن اللي بينا ده محسسني بالذنب ونفسي اقول له بس ما تلاقيش انا النهارده ان شاء الله هعزم احمد على الحته دي اكله سمك وهقول له وباذن الله هيوافق بس انت مش شايفه انك لازم تنجزي شويه احسن احمد يخرج من الحمام ويقفشك في اوضته لا لا هو بيطول في الحمام دايما ما تقلقش بطول في الحمام يا نهار اسود انا دلوقتي في اوضتي يا زباله يا ابن الزباله انا بتاعك السمك قومي هنا ايه ده ايه اللي انا شفته ده ايه اللي انا شفته ده حتى انت يا مفعوصه ها انطقي حاسه بالذنب حاسه بالذنب ليه بالجزمة بنتك مصاحبة واحد وشكله ألامة وحاسين بالذنب اخرس ما تقولش كده أنا بنتي مربيها كويس مربيها كويس انت بتتفرج على ايه استوانا انت جننت يلا انتوا جننتوني خلاص وطيرتوا دماغي خلاص وانت كمان بتعمل ايه خش جوه انا امبارح كان بالليل الصبح قبل كده سالت على الجزمه البني انت ولا ما سالتش على الجزمه البني انت سالت على الجزمه البني يبقى الامبول فين الحونه في المطبخ الحونه في المطبخ في الحونه في الحونه اهي اهي امبول اهو امبول اهو ايه ده تريمادول تريمادول ماما بتاخد تريمادول مامي مدمنه لما مامي تبقى مدمنة عايزة بنتك تطلع ايه؟ ايه؟ مدرسة الكيمياء عطيتها طبعا اخرج علي الادب سعاد انا هفهمه اه اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا بيك مين اللي هيفهمني؟ استاذ زعيم العصابة الكبيرة علي بابا اخرس الادب ايه انا مالك يالا؟ بالي انتوا اللي مالكم انتوا اللي فيه ايه؟ انا احسن واحد في البيت ده لا انا حرامي ولا مختلس وانا بضرب حقن ترامادول في سرنجاتي مدمن ولا انا فاجر زي الست هانم اخرج يا ليلى اضربوني ماشي انتوا فضحتوني انتوا فضيحه يا ولادي وريني بقى هتقعد على النت ازاي الكمبيوتر يا معلم انت بتصطاد عصافير من على الشجره ازاي هو في عصافير على الشجر لا يمكن عصافير انا هو في اوضتي بص اوضتي هتلاقي مليانه عصافير الشقه اللي جنبنا دي بقى فيها غزلان لو تحب تصطاد غزلان يا عم مالك انت مصطبح على الصبح ولا ايه مصطبح على الصبح ولما انت فايق قوي كده بتصطاد ايه من اوضتي بتصطاد فازه في اوضتي اصطاد امك دلوقتي توقف ليه ما تجري وراه لا يا ولد الكلب يلا اتكل انت على الله لا اله الا الله سلام بقول لك ايه لو سمحت ممكن ما تسرقش النهارده نعم ما سرقش وانت شايفني حرامي قدامك يا عم انا عارف بقى انا عارف ما تعمليش فيها شريف انا شايفك كل يوم بتعمل كده معلش النهارده ايه دو كده وقبح ان شاء الله اسرق زي ما انت عايز بس عشان الواقع يتغير اقول لك على حاجه افضل اتكل على الله انت من هنا بقى المقطع وانت حلو وامور ولذيذ وجميل حلو امور وجميل لذيذ وحاطط فازلين ماشي جبته لنفسك ايه رايك بقى في حلاوتي مش خجلان من نفسك دلوقتي قدامي حرام عليك حرامي ولا مش حرامي انت ها حرامي ولا مش حرامي ربنا يا ابني يكرمك ويكتر من امثالك يا رب حرام ربنا يكرمك يا ابني ايه كنت خد تعالى 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 انت بتضربه ليه انت بسبك ايه انت ضربته ليه؟ ايه عليك وعلى شكلك امشي كتر بسالك واحنا ناقصين ما تفل عندنا ايه ده عشان انت زي ايه دي عشان ماما سيبينا بس 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 يا وليه ايه عمال يقول لك يا اشرف يا اشرف يا اشرف يا اشرف ايه وانت في حد يتجوز واحده اسمها اشرف وده الكرسي اللي مضايق اهو 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 يا اشرف اهو يا اشرف ايه وفي خلال سنتين بس بقى مرتبي 4 أضعاف مرتبه. المهم دلوقتي انتوا عايزين ايه؟ روح اقعد ياطا وايه؟ احمد ايه في ايه؟ انت ايه اللي جابك النهارده؟ اقعد يا ايه بس في ايه؟ في ايه؟ ايه بس في ايه؟ وانت مال مامتك ايه؟
وانت مال امه يا احمد؟ انت جننت ولا ايه؟ احمد انا منير. يا احمد في ايه؟ ايه ده يا احمد؟ ايه ده؟ ده بنزين 90. ايه ده؟ بتعمل ايه؟ هفولك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايه ده؟ حاجات زبط. احمد في ايه؟ انت بتعمل ايه يا احمد؟ احمد بتعمل ايه؟ ما انت لو كنت في الحسابات كنت عملت حساب اليوم ده. اولى لا يا جماعة، تحبوا تبقوا زي ولا زي عمو؟ ايوه كده، ما تيجيش عايز اخد كده. لو سمحت. في ايه؟ انا بس كنت عايز ربنا يسهلك يا حبيبي. يا عم انا مش شحات. طب بس ابعد كده ايدك عن العربيه. ها؟ ما انا برضو خايف على العربيه. بقول لك ابعد ايدك من على العربيه. العربيه اهو. ادي العربيه اهو وادي العربيه. ايه ما هتتاخد منك كمان شويه. ما هي العربيه هتتاخد منك كمان شويه. اصلا انت بقالك اسبوع بتقص الجزمه في الاسم. ايه رايك في العربيه؟ حلوه. خد تعالى. لا هتخبطه. جابي ما تموتش ابوس ايدك. ما تموتش اصل انت لو مت انا ممكن اموت وراك. هو لسه في يا ابني ناس طيبين في الزمن ده؟ ده الاخوات مع بعض ما بيعملوش كده. انت عبيط ولا ايه؟ انا مش قصدي كده. ايه ده؟ الراجل مات؟ لا نايم شويه. ما يموت ولا هو؟ عموما انا ما موتش. انا شايفك وانت بتضربه بحصايه الهوكي. انا؟ ايوه اكدب بقى يا اخويا اكدب. انا شايفك وانت بتضربه بعصايه البيت والدي في كليته. طبعا في كليته. يلا انتوا فاكرين ولا ايه؟ ارجع ورا. ارجع خش جوه. بقولك ايه، في التجيف ده خش جوه. هي البلد دي مش عايزه غير كده. يلا المسامح كريم، خليك اعمل فطار. مين؟ افتح يا حبيبي. هابي بيرثداي تو يو. احمد وحياه ربنا والله العظيم انت فاهم غلط. وحياه ربنا كنا هنقول لك والله العظيم. ما انا عارف، ما انا جاي لك عشان نحتفل ونقول لبعض هابي بيرثداي تو. انت بتغنيش معايا ليه يا كيمو؟ يلا غني. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو. ايه ده؟ بيرثداي. انت بس انت هقول لك. احمد انت بتعمل ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ في ايه يا احمد؟ اهدى بس هقول لك. ايه ده؟ اتجننت؟ اخوها صاحبك. لا 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 لا. انا بتاع اكله سمك. لا يا حليمي لا. انا الباجم. اهدى بس. لا لا الفشار. لا الفشار. لا الفشار. لا انت بتعمل ايه؟ لا لا البرتقال. لا 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 ماهي هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ بندقية. انا مت موتات احلى من دي بكتير. عايز تقتلني يا كريم؟ لا يا حبيبي اقتلك ايه، دي مش حقيقية، دي زينة. لا بقى وحتى امي ما انا سايبك. انا بتقتلني انا يا كلب يا زباله؟ تفهمي انت ايه في الموت؟ ده انا خبره. انا جاي لك. كويس ترابيزه فاضيه اهي. يلا تعالى. تمام. لا 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 تقعد هنا. الزعوله ايه ده؟ كرسي اصفر في مسامير يعني ولا ايه؟ اقعد هنا اخويا.
اقعد هنا اقعد هنا كوكو اقعد هنا كوكو اقعد هنا كوكو اقعد هنا. ايوه ايه ملي 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 قدام ملي قدام اطلع قدام عشان الهوا بس. ايوه بس كده يا كوكو انت كده بين الفانوسين بالظبط. فانوسين ايه؟ فانوسين رمضان جايين. اوعى اتحرك اوعى اتحرك. انت هتصورني ولا ايه؟ في ايه؟ قمر قمر. يا كوكو يا كوكو يا كوكو يا كوكو. واخبارك انت عامل ايه؟ الحمد لله كويس. انت مستني حد ولا ايه؟ انا مستني الاتوبيس. اتوبيس؟ الساعة كام معاك؟ الساعة دلوقتي 12 ودقيقة بالظبط. 12 دقيقة؟ يعني ايه؟ ايه الهزار ده يعني؟ ايه 12 دقيقة؟ لا راح طبعا. فين؟ راح فين؟ اه اتحرك مكانك. 12 دقيقة ازاي؟ لا بقى لا بقى لا بقى صاحبي واحد بيقتلني. ايه ايه ازيك يا ايمي؟ وريني بقى هتخرجي من الاوضه ازاي؟ وادي الموبايل. وادي الجزمه البني اللي مجنناك. وريني بقى تخرجوا ازاي من غير الجزم؟ المره الجايه هاخد هدومكم الخارجيه والداخليه. يا مش عارفه من غير الترامادول ده كنت عملت ايه. يلا بسرعه يا جلال مش قادره. حاضر حاضر اصبري انا بجهز لك الحقن اهو. انت لا عندك عروق ولا عندك حاجه. كده بابا كده بابا مش بعيد تكون بتاخد فلوس. تسلم ايدك تسلم ايدك. هو عامل لك صينيه بطاطس. عارف هتبطلي الغباب ده امتى بقى؟ خس. لازم تبطليها سعاد وتتعالجي. يا جلال انا مش هتعالج. انا مستريحه كده جدا. خس. اروح اشوف ولا لكم بتشد بطل. كريم انت لازم تكلم احمد النهارده لحسن اللي بينا ده محسسني بالذنب ونفسي اقول له بس انا عارف عارف وانا زي كمان بالظبط والله ما تلاقيش انا النهارده. أنا أسيب البلد دي وأطير. نقترب الآن من المجال الجوي لدولة الإمارات. 15 دقيقة على الهبوط في مطار دبي الدولي. درجة الحرارة 20 درجة والساعة الآن 1 PM. Ha ha ha!
هو ده هبن 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 الساعة واحدة بيقول لك هاتش 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 يرحمكم الله انا عايز بلدي كاوا كاكاوا ما موتش غاندي عامل ايه اخباره ايه؟ تمام فيري جود تيكا 15 دقيقة على الهبوط في مطار دبي الدولي. الساعة الآن الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت دبي، الثانية عشر بتوقيت القاهرة. درجة الحرارة تاخد بوق؟ ماشي الموضوع عامل زي الدوائر، دوائر صغيرة جوا دايرة كبيرة. الدوائر الصغيرة ممكن تتغير، لكن الدايرة الكبيرة ما تتغيرش. طب بس وقت أبوك لما تذبح يبقى حط راسي جنبي بقى عشان ما أقومش إيه أدوخ عليها وأدور عليها وكده. روحي شيلي البتاع اللي في وشك ده عشان عدى ربع ساعة، وقولي اللي متكلم أمها بقى أما تمشي ومحدش عنده أي إحساس بالمسؤولية وربنا ياخدكوا كلكوا وكده. عارف إن مصالح الناس هتقف، إن في ناس تانية في البيت وإن الحمام ده مش بتاعي لوحدي ومش معقولة الطريقة دي، وجبت لك فلوس القسط وناقصين 2000 جنيه وأدي الجزمة البني. يا ريت بقى ما نتكلمش مع بعض خالص النهاردة لحد ما تتعب بالليل، ممكن؟ مالك بحلالي كده ليه؟ يعني بقول حاجة غريبة. خش على الحرام يا حرام. حرامي بيجري ولا مش حرامي؟ ولا مش حرامي بيجري مين اللي حرامي؟ بكره هيبقى كويس. ما خدتش ما شفتش ما خدتش ما خدتش الو ايوه مريم. ايوه يا احمد انت فين؟ بصطاد فيش. بتصطاد ايه؟ فيش؟ بصطاد فيش جمبري يعني. بتهزر وبتصطاد في النيل؟ قال يعني هصطاد سمك من الصحراء اكيد في النيل. احمد انت بتتكلم بجد؟ يعني انت خلاص ما لقيتش ايوه انا اللي تروح تصطاد فيه؟ اهو انا ناقص ملل. بقى يا دي القرف، الواحد يموت كل يوم ماشي انما عربية تتكلبش كل يوم. الله رمضان عرفت يا باشا؟ ايه اللي عرفك؟ ده احنا شبه متربيين مع بعض يا راجل. فاضي رمضان؟ فاضي يا باشا. طب نضاره على حاجه تسليك. فاضي يا باشا. ادريكسيوني يا دبرياشي اخويا رمضان اخويا برونز الليالي يا رمانه الميزان. لا انت كنت تقول يا برونز، تقول يا برنس الليالي مش يا برونز. عمرك ما قلت يا برونز. يا برنس الليالي يا رمانه الميزان. يا هفضي فندر قلبي فينك من زمان. ماذا يا باشا؟ اتفضل. الو يا مراجب. ايه يقعد شهر في حضانه ليه؟ ان شاء الله عايزين فلوس النهارده. لا اله الا الله. حاضر النهارده هعمل ورديه بالليل وربنا يسهل. يلا لا اله الا الله. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. كل ظن عظيم. ايه يا رمضان في ايه؟ الواحد يا باشا من كتر الهم بقى مش مركز. واحد بيصحى الصبح يتكفى على الدركسيون بال 20 ساعه. يا ريت مكفي قسط العربيه. غير بقى ابني اتولد ابن 7 ومرمى في الحضانه.
مستعجل قوي على النزول. الساعة كام معاك يا رمضان؟ 5:30 يا باشا. 5:30؟ ايوه يا باشا. طيب اطلع على شغل بابا لو سمحت. نعم؟ اطلع على شغل بابا. فين شغل بابا ده يا باشا؟ وسط البلد، اطلع على وسط البلد. عند شغل بابا؟ ايوه يا سيدي. حاضر يا باشا. بس بسرعة والنبي لو سمحت. حاضر. حاضر. الو. ايوه يا استاذ جلال. انت خدت فلوس تسويه معاشك من الخزنه؟ انا عارف انك مزنوق وعارف انها فلوسك اصلا، بس انت المفروض كنت هتصرف بعد يومين. اعمل ايه دلوقتي؟ حصل جرد مفاجئ وللاسف اللجنه ما قدرتش زنقتك دي، فحولوك للتحقيق. الو الو استاذ جلال. الو رد عليا استاذ جلال. الو. وبعدين يا معلم، بعدين ابويا ما طلعش حرامي، سيلي كبير وهيش مع واحده مدمنه زي ماما، فجاز ماسك عليه زله وعوله. انا لازم امنعهم، لازم. يا رب اموت بدري بقى النهارده، انا تعبان قوي. الو. ايوه امر يا فندم. ممكن اكلم البوليس لو سمحت؟ ايوه احنا البوليس. اؤمر. مين معايا من البوليس حضرتك؟ احنا البوليس نفسه يا سيدي. طب لو سمحت انا كنت عايز ابلغ عن واحد. وما جيتش تبلغ ليه انت بنفسك؟ هو انتوا ما عندكوش دليفري؟ نعم. يعني اقصد مش ممكن ابلغ عادي بالتليفون؟ عادي زي عادي يعني بالتليفون. واسمه ايه وتهمته ايه اللي انت عايز تبلغ عنه ده؟ اسمه الطرشاويلي. وبيتاجر في المخدرات. تاجر في المخدرات والبرشام والترادول والبرادول والمورفين والابانول وكل الابانول والحاجات اللي هي كلها. ايوه ايوه ايوه. عنوانه ايه؟ وعنوانه 50 شارع القلعه. طب وبياناتك انت ايه؟ انا اسمي منير ابراهيم عفيفي. ورقمك ده اللي ظاهر عندي؟ ايوه مظبوط، هو اللي طالع عندك على الشاشه ده، هو ده منير ابراهيم عفيفي. شكرا. مصر. تمام حبيبي؟ تمام يا منير، ميرسي، ربنا يخليك. كلمتهم خلاص وهرجعوا لي الخط. ما اعرفش هقطعوا لي يعني، ده يوم يقطعوه في يوم فرح يقطعوا الخط عندي. مش عارفين يا كوكو، مش عارفين. انت عامل ايه؟ صحيح انت قول لي جدك اسمه عفيفي؟ منير ابراهيم عفيفي. منير ابراهيم عفيفي. تمام تمام. طب خلاص بقول لك ايه، ما تاخرش بالليل. النهارده يا كوكو الفرح يا كوكو. زمان البوليس جاي وهيعمل معاك الصح يا معلم، عشان تبقى تذكر لماما. ايه اللي جابك دلوقتي؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ ده مش معادي. يا نهار اسود. اركبوها اركبوها قدام، بلاش ورا كده مع العيال دي. بقيتي سوابق يا مامي. يا فضحتك. انا بريء والله، بريء والله العظيم بريء. انا ما طب حد من العيال ديت دول؟ لا انا برضو انا اعرف حد من عند الترشاويلي. يلا حبيبي اطلع من هنا. حاضر حاضر. ليه مشغول؟ بتكلموا مين؟ مشغول. التليفون واقع في الحمام. ده بابا تعبان، ده بابا واقع في الارض. بابا. قوم معايا قوم معايا. اطلب للدكتور يا دكتور متنيل في الغردقه. طب هات لي ليه؟ عارف طلبك، عارف طلبك. ميه وسكر. حاضر. والدواء من جوه. تعال تاخد حبايه كمان. مش ده الدواء اللي انت بتحبه؟ الحمد لله الحمد لله. امال امك فين؟ في الاسم. واختك اكيد بتقعد مع كريم. انت قلت امك فين؟ في الاسم. ليه؟ اتمسكت مخدرات. مخدرات؟ مخدرات. ايه مش عارف يا بابا، اتمسكت مخدرات. كانت بتنجس من عند الطرشاويلي، بيدوروا على شريكها في الجريمه دلوقتي. واضح انها جت مع المتهمين غلط. انصحكم انكم تودوها مستشفى. للاسف ده كانسر. حالتها ايه دلوقتي يا دكتور؟ الحمد لله، المرض يعتبر لسه في اوله. طب وهتفوق من الاغماء اللي هي فيه ده امتى؟ ده مش اغماء، انا اديتها حقنه مورفين مسكنه. واضح انها كانت بتستعمل مسكنات، والظاهر ما خدتش النهارده المسكن، فعشان كده ما استحملتش الالم. انا فعلا ما اديتهاش الحقنه النهارده.
يعني انت السبب في كل اللي حصل ده؟ ايوه. انت كنت عارف ان ماما عيانه؟ طبعا كنت عارف. وليه ما قلتليش؟ لانك انت عمرك ما حاولت تعرف اي حاجه غير عن نفسك وبس. ده انت اتهمت امك انها مدمنه وهي عيانه، واتهمتني ان انا حرامي وانا راجل شريف. يا ابني انا لو عايز اسرق كنت سرقت من زمان. انا عمري ما دخلت عليكوا قرش حرام. اسمع كلامي ورجع الفلوس دي. خد الفلوس بتاعت علاجي، ادفع بيهم قسط الشقه بتاعت ابنك. دي مصاريف علاجك يا سعاد، ولا يمكن اقرب منهم. جلال ريح بالك، انا مش هتعالج. انسي الموضوع ده خالص، الفلوس جت وخلاص. انت سبت باب التلاجة مفتوح من امبارح يا جلال؟ ومفيش حد في البيت ده الا انا. ده حاجه غريبه والله. الف مبروك يا عريس، عقبال ما لوش شرف حلاقتك. لما يكون في جمهور كبير زي جمهور مصر وتلعب في ملعبك، في هتبقى في ناحيه معنويه تعليك تزود مستواك. شفت الفستان وهبت؟ حلوة قوي على فكرة، بس الفستان ده مش هتلبسيه. ليه؟ ليه؟ مش عارفة ليه؟ عشان ظهره عريان. بقولك ايه، انا ما بحبش المياعة والمياصر. طيب سيبك من الفستان دلوقتي كريم، انت لازم تكلم احمد النهاردة لحسن اللي بينا ده محسسني بالذنب. كان نفسي اقوله بس. عارف وانا زيك كمان بالظبط والله، ما تلاقيش. انا النهاردة هكلم احمد. كان نفسي تيجي مني وانا اللي اقوله، بس اعمل ايه؟ قدر انه يبقى اخويا. معلش مصيره اتغير. محدش بيعرف يغير قدره يا كريم، لانه بيحصل لنا. الواقع هو اللي بيتغير لانه بيحصل بسببنا، والواقع بيقول ان احمد اخويا لا يمكن يتغير. ما تبقيش متشائمه كده بقى. عارف لو شافني موتني عشان خايف عليا مش هكون زعلانه، لكن هو هيغلي ويفور عشان خايف على نفسه وبس. انت محسساني ان انت بتتكلمي على واحد انا ما اعرفوش. احمد، ايه اللي موقفك كده يا حبيبي؟ ماما انا عايز اقول لك حاجه. خير يا حبيبي؟ انت لازم تتعالجي. اتعالج من ايه؟ ماما انا عرفت. عرفت ابوك قالك؟ بابا ما قاليش حاجه خالص، بس انا عرفت وعارف انك مش عايز تتعالجي ورافضه. انت لازم تتعالجي عشان بدل ما اموت من المرض اموت من الكيماوي. بعد الشر عليكي،
بعدين الكيماوي اللي انت خايفه منه ده هو اللي هخففك ان شاء الله. هيوقع لي شعري وحابه ست في البطاقه. بس بقولك ايه، النهارده يوم فرح وانا وراي مليون الف حاجه لسه ما عملتهاش. ادخل يا بابا. صباح الخير. صباح الفل. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا امي. عقبالك. اطلعي بره شويه يا امي لو سمحتي. اطلعي بره عادي، ما عايز اقول لها حاجه. ايه الفستان الحلو ده؟ ده انا اول مره اشوفه. انت هتحضري بيه الفرح؟ طب لفي بيروته كده. ايه بيروته دي؟ بيروته اللي هي دي كده. بقيتي عروسة يا علا. أول مرة ما تقوليش يا بنتي يا علا. أنتِ بت، أنتِ بت البتات كلهم. أنتِ بت يا أنسة. طب بجد الفستان عجبك؟ أنا كنت متخيلة إن أنت أول واحد هتعترض عليه. أول واحد؟ هو في حد بيعترض غيري ولا إيه؟ طب إيه رأيك في الميك اب؟ والله أنتِ زي القمر من غير ولا نقطة ميك اب. بقولك يا علا، عايز اقول لك حاجه. لو في اي حاجه نفسك تحكيها لي، عايزه تقوليها لي، امر كده امر كده، حاجه يعني الحاجه بتاعت البنات دي، مش هتلاقي حد يخاف عليكي ولا يبقى صاحبك زيي. اوكي؟ لا مش قولي لي اوكي. اوعدك اوعدك. طيب هسالك سؤال بقى، وعايزك تردي عليا بصراحه من غير ما تخافي. من غير ما تخافي مش هعمل حاجه. انت قعدت على النت عندي؟ ايه صرصار ولا ايه؟ كملي بقى اللي كنت بتعمليه. ماشي يا ايمي. عدي انت البسني. كل شيء ربنا يا ابني يبارك لك وكتر من امثالك يا رب. خليني اوريكم مثال حي حصل عندنا هنا في الشركه. الاستاذ احمد مدير حسابات الشركه. الله الله. اللي في الصورة قدامكم ده اسمه أحمد جلال عبد القوي، والحقيقة الأستاذ منير كان هيمسح بكرامة الأرض دلوقتي، بس هو معاه حق في كل اللي كان هيقوله. اللي قدامكم في الصورة ده واحد عمره ما جازف ولا جازف حتى إنه يفكر، مع إني بشتغل في البورصة، والبورصة يعني مكسب وخسارة.
انتوا عارفين في اسهم بيبقى الواحد فاكر انها خسرانه مع انها بتبقى قدام عينك، بس بتبقى فاهم انها خسرانه. مع انك لو فكرت شويه هتكتشف ان دي الاسهم الكسبانه اللي كان مفروض تراهن عليها من زمان. انا بقى عمري ما اشتريت، بس النهارده قررت اشتري. قررت اشتري النهارده. بقول لك يا ابو حميد، ايه اللي في ايدك ده اصلا؟ ولا حاجه. الف مبروك يا ابو حميد. الله يبارك فيك. ربنا يتمنى لك بخير. عريس شكرا. مبروك يا ابو حميد، سهم هرمس طالع السما. لا يا راجل بجد؟ اه والله. طب قولي الوطنيه عامل ايه؟ طالع. وانت عامل ايه؟ طالع برضه. كله طالع طالع. امال بيقولوا البورصه وقع ليه؟ يا ابني طب ما اسعاف اسعاف انت عبيط ولا ايه؟ يا مستشفى شيل بسرعه بسرعه العربيه عندي. ايه؟ راح 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 على مهلك على مهلك. بسرعه بسرعه. لازم حد يمضي عشان يبقى مسؤول عن الحاله ونقدر نبص عليها. اتفضل يا استاذ احمد او حسين او خيري او ابراهيم اي حد، المهم بس بسرعه لو سمحت. ايوه مع الأسف الحالة ماتت. انزل. انزل ازاي طيب؟ اوكي خليك ابعتهم ياخدوك. لا 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 والنبي انا احمد جلال ابن الاستاذ جلال عبد القوي. الحقيقة انا عديت عليه في المكتب بس ما لقيتوش. هو فين؟ الاستاذ جلال تلاقيه في الكافيتيريا اللي جنب الشركه بيتفرج على الماتش. طب اكيد حضرتك عندك فكره ان هو كان هيطلع معاش. ايوه هو بقى غير رايه ومش ناوي يطلع، وانا الحقيقه جاي النهارده مخصوص عشان ارجع فلوس تسويه المعاش بتاعته. اتفضل. ايوه بس الاستاذ جلال لسه ما صرفش فلوس المعاش، هيصرفها بعد يومين. لا هو صرفهم الحقيقه، معلش هو اخذهم الخزنه وانا جاي مخصوص النهارده، يعني رجاء شخصي ارجوك ترجعهم الخزنه يعني قبل الجرد ما يحصل، لان في جرد هيحصل دلوقتي. جرد؟ اه والله صدقني صدقني في بجد جرد هيحصل. بجد بجد في جرد. شوف اكيد بيقول على جرد، اكيد بيقول على جرد. انا مش مطمئن مش مظبوط. انا اسف يا عم ما كنتش اقصد. ولا يهمك يا حبيبي ولا يهمك. احمد خير؟ في حاجه ولا ايه؟ لا فيش حاجة، ما فيش حاجة خالص. أنا بس كنت جاي. بابا هو أنت ليه سويت معاشك؟ أنت عرفت منين؟ إيه؟ أنا أصل عديت عليك في الشغل وكده فعرفت من هناك، يعني من الشغل من عندك. ليه سويت معاشك يا بابا؟ الحقيقة يا ابني أنا قلت إنك أنت هتتجوز والبيت هيفضى عليا. قلت سوي معاشي عشان أتفرغ بقى لأمك ولأختك. بابا هو أنا الفلوس اللي أنت كنت مديها لي دي اللي هي فلوس تسويت معاشك أنا رجعتهم لما عديت على الشغل. أنت عملت كده ليه يا ابني؟ انا لا يمكن اكون السبب في انك انت تسيب اهم حاجه في حياتك اللي هي شغلك. يا ابني ما عنديش اهم منك انت وامك واختك. خلاص يا بابا انا اتصرفت والله. خلاص خلاص. وبعدين انت انت سايب شغلك وقاعد بتعمل ايه هنا؟ انا زهقت شويه من الشغل، قلت انزل اشرب فنجان قهوه. طب ما تنساش بقى تاخد حبايه الضغط، انت عارف القهوه بتجيب هبوط وكده، وخصوصا لما تبقى النتيجه 2-0. ما ماشي يا بورا معاك قهوه. احمد فاكر البنت بتاعت النت اللي انا كنت بكلمك عليها من فتره؟ عارف يا كريم البنات بتوع النت دول معظمهم بيبقوا محترمين قوي، بيبقوا يعني من عائلات واسر. صدقني المهم انت ناوي تعمل ايه معاها؟ انا عايز اكلم اهلها، خصوصا ان يعني ان اخوها طلع صاحبي. انا رايي كده برضه. يعني اكلمه؟ اكلمه. انا حاسس انه هيبقى لطيف وكلمه. طيب البنت اللي انا بكلمك عليها ديت
تبقى اختك. وانا جاي النهارده مخصوص يا كريم عشان اقول لك خلي بالك منها. ليه عملت كده؟ دي أقل حاجة ممكن أعملها. أنت أحسن ابن في الدنيا. وأنت أجمل ست في الدنيا. أنا مش عايزك تزعلي. وعايزك تفرحي دايما. مهما حصل يا حبيبي ممكن افرح اكتر من كده. ده النهارده يوم فرحك. النهارده يوم فرحي. الساعة كام معاكي ماما؟ مش عارفه ساعتي واقفه من امبارح والنهارده الصبح. اسف. طيب يا دوب تلحقي. اسبقي انت يا ماما معاهم على الفرح وانا هحصلكم. ما تتأخر. تلاقيش حوصل في معادي. ماما ماما اوعديني ان انت تتعالجي. شكلك هيبوظ ايوه يا احمد. ايوه احمد احنا وصلنا اهو. ايوه بابا انتوا فين؟ انا دخلت القاعه وما لقيتكوش. ايه ده باينني نسيت الموبايل. يا خبر ابيض. الله We'll be right back.
أعزم أن تكون غائبا حاضر عن أن تكون حاضرا غائب.